نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أصبت بالعين ولا أعلم من الذي عانني، وأنا أعاني من هذه العين، فما العلاج لذلك؟ وأرجو أن تدعو لي بالشفاء العاجل مع تأمين الحاضرين، جزيت خيرا. أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه، وأن يكافئ من أعانه بما يستحق، وأن يضيق عليه، أي على العائن، يضيق عليه دنياه حتى يأتي إلى المصاب ويفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العائن قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمد، ومهما كان فإن الواجب على العائن إذا أحس إصابة من تحرك قلبه له فعليه أن يذهب إليه وأن يغتسل، وما تناثر من اغتساله يعطى المريض ويشفى بإذن الله فورا، يشفى فورا، هذا مجرب واقع. فالواجب على العائن هو ما ذكرته، إذا أحس بأنه أصاب شخصا بعين أن يذهب إلى هذا الشخص ويعمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة العين. أما المصاب فنسأل الله تعالى له الشفاء، وليدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة، وليعلم أن الذي سلط عليه العائن قادر على أن يشفيه. ولهذا قال الله تعالى في السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأسأل الله له الشفاء، وفرج الله تعالى قريب.